السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كيف حالكم؟ كل شيء مزيان والو، غير جيت بغيت نفرحكم بحال دائما الإخوان. بغيت نقول لكم راه الكونترات مازال كيخرجوا كونترات. غادي نشارك معكم الإخوان يعني بعض العمالات اللي مازال كتخرج كونترات، وراه كاين الناس اللي هما ديجا عندهم كونترات من 20 يوم و25 يوم خارجين ويلا تواصلوا بيهم. المهم راه كيف ما قلت لكم الإخوان، يعني الوسيط ولا يعني السيد اللي متوسط ما بينك نقولوا ما بينك وبين الباترون كيرسلك غير الطرف، غير الصفحه الثانيه، وكيقول لك تسنى الصفحه الاخرى ووجد راسك. هذا الشيء اللي هضرنا عليه ومعروف الاخوان. المهم اللي نقول لك كونترات مازال كيخرجوا، وغادي نشارك معاك عملات توصلت بهم الاخوان. من البارح حتى اليوم ما كانش عندي الوقت انني نحط الفيديو، وكذلك غادي نطرق لواحد الموضوع اللي هو زوين الاخوان، ديال واش كاين عقود عمل اللي هي خارج القانون، خارج الديكريتو فلوسي طوال السنه، واش ممكن انك تدفع ولا لا، واش من موديلات، وغادي نتعرفوا على حتى الموديلات. حنا دابا عرفنا جميع الموديلات الاخوان، بالنسبه للمتتبعين ديال القناه وديال الصفحه راهم عارفين الموديلات اللي كنهضروا عليهم دائما. راه كاين اللي تعلم غير من خلال هذه الصفحه هذه كيفاش يقرا الروسي ديالو، كيفاش يقرا الكونترا، كيفاش عرف هذاك الموديل اشنو كيعني. غادي نشارك معكم الاخوان موديلات اللي هما جداد خارج القانون، خارج الديكريتو فلوسي، من غير موديل بي، من غير موديل سي، من غير موديل في ا في بي ديال لا كونفرسيون يزيد وزيد. المهم واحد الموضوع اللي هو مهم الاخوان، يستاهل لايك والبارطاج. مرحبا بكم الاخوان، وتحيه للناس اللي كتخلي لايك قبل ما تكمل الفيديو. المهم ندخلوا في الموضوع. بالنسبه للعمالات اللي هما توصلت بهم من البارح الاخوان حتى اليوم اللي مازال كيخرجوا، ما تقولش لي راه اليوم الحد، البارح راه كان السبت، راه ديجا الكونترات كيكونوا يعني منزلهم، ممكن الجمعه، ممكن السبت، من 8 حتى الجوج ينس يدخل للسيت يهبط الكونترا ويرسلها للعامل ديالو يقول له هاك الكونترا ديالك. في حاله ما راكم عارفين الاخوان تيتوصل بفلوسه ولا هذا الشيء، راه ما كنبغيش نهضر في هذه المواضيع هذو ديال الفلوسه. المهم اسمعوا لي نقول لكم مزيان، يعني الكونترات اللي توصلت بهم من العمالات اللي هما طابت حال، وكاين التوقيت، راه كاين التوقيت الاخوان اللي هما مابقاش معروف طابت حال، غير تسنى الواحد ما يفقاش الامل ويتسنى. المهم التوقيت راه مبقاش معروف، راه التوقيت راه طلع الاخوان التوقيت، وراه شارك معكم حتى واحد العماله ماشي غير طلعت التوقيت، طلعت بشهر اكثر. المهم غادي نشارك معكم كل شيء. هادشي هذا تبعوا معايا الاخوان. بريشه كتخرج موديل بي و سي الاخوان، بريشه كتخرج ومازال كتخرج. راغوزا، الناس كيقول لك ما كتهضرش على راغوزا وكوزينسا، مازال كيخرجوا. المهم بريشه، ماشي بالترتيب داكشي اللي عندي، بريشه، راغوزا، كوزينسا، بولسانو، باري، ترينتو، بارليتا. وهاد بارليتا الاخوان كتخرج من باري، من البريفيتورا ديال باري. ممكن ان بارليتا تاخذ هذاك الروسي عندك مكتوبه فيه بارليتا، كتجيك الكونترا فيها باري لان العماله كتخرجه ديال باري. واحد المره عيط لبارليتا قالوا لي تواصل مع باري، وهي راه معروفه هذه، راه باينه من شحال هذه، راه كتخرج من باري، قالوا لي تواصل مع البريفيتورا ديال باري. المهم كونيو الاخوان، كونيو كتخرج، الناس كتقول لك كونيو ما كتهضروش عليها، سمعوني مزيان، كونيو كتخرج، وناس ايضا تواصلت معاهم، يعني الناس دافعين في كونيو، ما دافعينش موديل بي ولا موديل سي، دافعين واحد الموديل ديال بي بي اس، وخرج ليهم حتى هما، كونيو الاخوان. اريتسو كتخرج، كتواجد في جهة توسكانا، كريمونا كتخرج، تريفيزو، سيراغوزا اللي كيقول لك ما كتهضروش عليها، علاش؟ سيراغوزا ودافعين فيها الاخوان التونسيين بزاف، سيراغوزا ودافعين في راغوزا وكوزينسا ودافعين حتى في ساردينيا. المهم افيلينو، افيلينو كتخرج، ونقول لكم التوقيت ديال افيلينو، يعني يكون عندي شي توقيت جديد ديال هاد العمالات هادو غادي نشارك معكم. الاغلبيه كيقول لك انا ما عنديش الروسي، هادشي علاش راه كان التعطال ديال الروسيات الاخوان اللي كنتو عارفين، كيقول لك علاش ما عطانيش الروسي، واش كاين شي مشكل؟ كاين اللي ما كيبغيش يشارك معك الروسي، كاين اللي ما كيبغيش يعطيك الروسي، كاين اللي هذاك سميتو هو هذاك المكتب المحاسب ولا المحامي ما كيخرجش يقول لي بزاف عليا نخرج لكم الروسيات بزاف، لانه كيدور يكون داير طلبات بزاف الباترونات. بالنسبه لافيلينو الاخوان، افيلينو موديل السي، احتمال كبير هذا الجمعيات غتكون 99% جمعيات، مع 9:22 دقيقه وجوج ثواني، هذه افيلينو. بيرغامو الاخوان، بيرغامو مازال كتخرج، بيرغامو مازال كتخرج. بالنسبه لكامبو باسو، باش نزرعك شويه الامل، راه كنت قلتها لكم الاخوان، بالنسبه لكامبو باسو كانت خرجت للناس اللي ما شافوش الفيديو اللي حطيته ديال كامبو باسو، سمعوني مزيان، موديل سي الجمعيات نهار 5 في شهر 4، وراكم شفتوا القانون تفتح 27 في شهر 3، 5 في شهر 4 مع الجمعيات كامبو باسو.
الناس اللي هما باقي ما خرجوش لهم كونترا، الكونترا ديالهم اشنو كيقولوا؟ عندهم توقيت لا باس به، ما بيش 5 دقائق، 2 دقائق، دقيقه، 3 دقائق، على حساب. كيقول لك علاش تقولوا الكونترات راهم غاديين يخرجوا، يعني كيحسوا هما بالنقص الناس اللي ما خرجش لهم طبيعه الحال، يعني كيبان لهم تقريبا غير هضره وبلا بلا وطالقين على الناس وصافي. كيقول لك قلتوا القانون ولا الديكريتو الجديد هذا ديال القانون الفلوسي اللي تفتحنا 27 في شهر 3، الكونترات غاديين يبداو يخرجوا ابتداء يعني في غضون 30 يوم. حقاش هما ما توصلوش بالكونترا، يعني عندهم شكوك ان هاد الكونترات ما كيخرجوش. راه فعلا 30 يوم وقل من 30 يوم شاركنا معكم الكونترات، وكانوا نهار يعني بالضبط 27، ماشي غير 27، 26 في شهر 4 شاركنا معكم الكونترات اللي كانوا خرجوا 27 في شهر 4، يعني 30 يوم راهم بداو ديجا كيخرجوا الكونترات، في غضون 30 يوم ديجا كانوا كيخرجوا الكونترات. يعني معلك غير تسنى، راه عندك توقيت زوين وكل شيء، ولكن تسنى، راه ممكن ان وثائق اللي هي ناقصه الباترون، راه هذا الشيء اللي كاين، وثائق ناقصه الباترون، تسنى الكونترات مازال كيخرجوا، يكون خير ان شاء الله والله يفرحكم اخوتي. بالنسبه للموضوع الثاني ديال واش كاين يعني عقود عمل خارج ديكريتو فلوسي، كاينين الاخوان، كاينين عقود عمل اللي هما خارج ديكريتو فلوسي، خارج القانون، كيبقاو العام كامل، ولكن لمن غادي نعرفوا لاشمن فئه. دابا حاليا غادي نعرفوا اشمن فئه الاخوان، بقاو متبعين معايا. المهم راه كاين الناس اللي كتدفع عقود عمل كيف ما كنت ديجا قلت لكم، راه كاين اش يعني النوع ولا الموديل، كاين اش، كاين بي سي، كاين جي، كاين. غادي نتعرفوا حاليا على كل موديل والمعنى ديالو. انت ممكن يعني الله يستر ما نتمناها لحتى شي واحد، إيه في حالة ما الا ما خرجش عقد العمل والواحد كيعود يفكر انه يدفع خارج قانون وبغى معلومه واش فعلا كاين خارج قانون، كاين عقود عمل ولا لا. وكنشوفوا الاخوان، كنشوفوا مثلا انت في المدينه ديالك كتشوف شي واحد جات له كونترا خارج القانون، خارج الكريتو فلوسي، كتقول لي راه فلان كيجيب كونترات خارج القانون وكيطلع الناس. فعلا كاين كونترات خارج القانون وكيطلع الناس، ولكن هاد الكونترات ماشي لكل شيء. انا نقول لك من هنا ماشي لكل شيء هاد الكونترات، تبع معايا غادي تفهم. المهم غادي تعرف السميه ديال الموديل والنوع ديالو والمضمون ديالو والنوع ديال الكونترا باش غادي تجي وتخدم. تبع معايا مزيان، حتى الا توصلتي بشي روسي ودافع انت خارج القانون يقول لك شوف، يعني هذا اللي دفع لك سمسار وسيط باترون ديريكت خوك اختك شي واحد من العائله توسط لك، يعطيك شي روسي خارج القانون، غادي تشوف فيه هذا النوع اللي غادي نقول لك، وباش تعرف النوع ديال الكونترا ديالك. المهم توصلتي بروسي خارج قانون رسلوا لي نقول لك اه فعلا كاين ولا ما كاينش. المهم تبع معايا مزيان، بالنسبه للروسيات اللي هما خارج القانون الاخوان، لا الموديلات ولا الكونترات خارج قانون، كاين بي سي. بي سي اشنو كتعني؟ يعني النوع ديال العقد ولا اسم الموديل. كتعني نولا وسطى لدخول واقامه العمال ذوي المهارات العاليه والحالات الخاصه. كيف ما قلت لك يعني الكونترات اللي هما خارج قانون ماشي ديال كلشي، ماشي لكلشي، حالات خاصه ولذوي المهارات، وداك الشيء كيكون مكتوب ومقاد. يعني الباترون اللي بغى يجيبك وكيربح كيبيع الكونترا كيقاد لك كلشي وكيجيبك. اسمعني مزيان وما غاديش نطول عليك. بي سي نولا وسطى لدخول واقامه العمال ذوي المهارات العاليه والحالات الخاصه. كاينه دي سي معلمو المدارس والجامعات الاجنبيه. كاين جي ان و اس ام، هادو بجوجهم كيكونوا نولا وسط التجمع العائلي ولم الشمل. يعني الناس كدير التجمع العائلي عندها واحد الموديل ديال اس ام، هذه معروفه ما داخلاش عقود العمل غير انا زدتها وكتبتها. المهم الا توصلتي بشي روسي من هادو حاول انك تشاركوا معايا ونقول لك شنو كاين. كاين واحد طلب اخر ولا دوماند اخرى ولا موديل اخر ديال اف ار، الاذن بالدخول والاقامه للبحث العلمي. اف سي مواصلة نشاط البحث الذي بدأ في بلد آخر ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. موديل الدي، بالنسبة لهذا الموديل ديال الإخوان كاينين عند المصريين وتواصلت معهم ورسلوا لي الروسيات ديال الموديل الدي. أشنو كتعني؟ دخول موظفين متخصصين، يعني دائما حالات خاصة والسيد إلا بغى يجيبك راه غادي يقاد لك كل شيء. دخول موظفين متخصصين أي حالة، أي حالات خاصة، وكذلك طلب الإذن لتوظيف محاضرين جامعيين أو باللغة الأم. اسمحوا لي، كاين موديل الجي، هذا الموديل الجي حتى هو جاوبي ناس هنا ديال الترجمة وشتو أنا الإخوان، شاركوا معايا. موديل الجي طلب الإذن للعمل كمترجم، الدخول دائما بنولا وسطى. موديل أش
حتى هو شاركوا معايا ناس اللي هما جزائريين عام الاول شاركوا معايا موديل اش كانوا خارج ايطاليا ودخلوا لايطاليا باش انهم يسويوا الوضعيه ديالهم اشنو كيعني موديل اش طلب اذن باستمرار علاقه عمل منزلي جاريه في الخارج. يعني الباترون ديالك كان في فرنسا كان في بلجيكا كان في المغرب وعنده واحد العامل في البيت فاش كيجي كيدير له الطلب وكيجيبه من المغرب من فرنسا من بلجيكا من هولندا من اي دوله كيقول لهم بان راه كانت واحد العلاقه عمل مستمره خارج ايطاليا وانا غادي ندخلوا بهذا الموديل هذا وكيدخلوا ناس ودخلوا جزائريين ولكن هاد الجزائريين كانوا في فرنسا ما كانش عندهم مراق ودخلوا هنا وبهذا الموديل هذا وخدموا. كاين موديل الان طلب من الله وسط العمل العرضي والانشطه في سياق برامج التبادل او تنقل الشباب مثلا الناس اللي كدير السيرك كطلع الناس بزاف هنا بالسيرك كتخدم في السيرك وكيجيو لهنا ولا كيمشيو يلعبوا كره ولا اي شيء نشاط الاخوان كيقوموا به هو هذا الموديل هذا ديال الان كيلعبوا كيديروا انهم كيمونطيو ولا يزمونطيو ولا داكشي ديال السيرك وكيجيو بهذه العقود العمل وكتستقليهم كياخذوا ورقاتهم. كاين موديل او طلب تصريح عمل ثانوي للممرضات المحترفات اي دائما مطلوب شواهد وخبره من طبيعه الحال موديل او للممرضات. اما الموديلات اللي هما معروفين في القانون فلوس ديال الاخوان هما اللي غادي نقول لكم دابا كاين ا كاين موديل بي كاين موديل بي 2020 موديل سي موديل بي بي اس موديل في ا ديال لا كونفرسيوني موديل في بي كذلك ديال لا كونفرسيوني موديل ال اس ال اس 1 ال اس 2 وموديل زد الاخوان. بالنسبه للموديل بي بي اس راه خرجوا نولا وسطات وان شاء الله راهم جايين الناس هنا اللي دفعوا هذا الموديل هذا بي بي اس في الديكريتو فلوسي. الله يسهل عليكم كاملين تهلاو ليا فلوسكم.